السمعين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام اللي كتبها عشان المسيحيين من أصل يهودي اللي اتشتتوا من جراء الاضطهاد الكتير اللي حصل لهم من اليهود، واللي كان بسبب ابتدى يرتد ناس عن الإيمان، فابتدى يعرف لهم قيمة الإيمان بالعهد الجديد اللي هم فيه وقيمة الكهنوت اللي هم عايشين فيه، وابتدى يعمل لهم مقارنات ما بين المسيح في الأول والملائكة، وقال لهم إن المسيح يفوق الملائكة، والملائكة دي صنعة يديه، وهم الملائكة أيضا بتسجد ليه. كمان الناموس اللي انتوا أخدتوه ده هو اللي واضع الناموس وأعطانا ناموس للعهد الإيه؟ الجديد. كمان موسى اللي سلمكم الناموس ده ليه كرامة كبيرة جدا عندكم، وبرضه ليه كرامة كبيرة، ولكن كرامة المسيح كرامة صاحب البيت زي ما كرامة موسى واحد بيخدم فين؟ في البيت. وابتدى يعرفهم كمان ان المسيح زي ما يشوع دخلهم ارض كنعان وادالهم الراحه الارضيه، المسيح هيدلهم الراحه الايه؟ السمائيه. وابتدى يقول لهم كمان ان ابونا ابراهيم ابو الاباء اما سجد او ادى العشور لملشي صادق واداله كرامه، ده المسيح جه على طقس ايه؟ ملكي صادق، فأصبح مش بس الكهنوت الهاروني أو الكهنوت عن طريق هارون، لا ده في كهنوت تاني أفضل منه اللي هو كهنوت إيه؟ ملكي صادق. فهنا ابتدى بعد ما عمل لهم كل المقارنات دي ابتدى يكمل معاهم، وهنبتدي من إصحاح 8 نكمل من إصحاح 8. يقول له أما رأس الكلام إن كان إن لنا رئيس كهنة مثل هذا، يقصد مين مثل هذا؟ المسيح، قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. هل الكلام ده يتقال على أي رئيس كهنة سابق؟ لا، لأن كان يقول له أن رؤساء الكهنة اللي كانوا سابقين كان كل واحد بيموت وبعد ما يموت انتهى كهنوته، لكن مين اللي قال له أنت الكهن إلى الأبد؟ هو واحد بس اللي هو مين؟ المسيح. ولكن مش على طقس هارون، لأن المسيح مجاش من سبط لاوي لكن جه من سبط يهوذا، فعشان كده المسيح كان ملك وايه؟ وكاهن، هو ملك وكاهن. قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. احنا قلنا ان الله ملوش يمين ويسار، لكن ايه كلمة يمين؟ يعني القوة ونفس المكانة، لان المسيح يقول كده من رآني فقد رأى الآب، يبقى جلس في العظمة بتاعة الأول، لأن أما كان في الجسد كان يقول كده أخلى ذاته أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، يعني هو واخد جسد ما كانش في نفس العظمة، كانت الناس ممكن تتكلم معاه وتتقرب منه، لكن مين يقدر يقرب من، انتوا فاكرين أما جه ابتدى ربنا يكلمه من على الجبل الشعب كله إيه؟ اترعب، وقال للموسى لا أنت كلمهم. ليه؟ لأن أول ما لمس الجبل الجبل دخن. وموسى من كتر ما كان بيحب ربنا خالص يقول له أرني مجدك، أنا عايز أشوفك، يقول له ما فيش حد يقدر يراني وإيه ويعيش. فعشان كده المسيح أخلى ذاته وأخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس. وبعدين في مرة أخذ تلاميذه كده وطلع على جبل، أخذ ثلاثة من تلاميذه، مين؟ بطرس ويعقوب ويوحنا، وطلع على الجبل كده، وبعدين هم كانت عيونهم ثقيلة فناموا، فبصوا كده بصوا لقوا المسيح في مجد، ولقوا ان هدومه بقت بيضاء كالثلج ومنظره بقى مختلف، لدرجة ان وابتدى موسى وإيليا يكلموه، فمن كتر ما فرحوا من المنظر ده قالوا له يا رب نعمل لك ثلاث مظال، لك واحدة لموسى واحدة، طب وانتوا التلاتة مش مهم، المهم احنا شايفين ايه المجد اللي انت فيه. فهنا المسيح بعد ما اكمل رسالته على الارض رجع للايه؟ للمجد الاولاني. اما شافه يوحنا في سقر في الرؤيا يقول ايه؟ سقطت عند رجليه كميت. لقى المنظر غير الاول اللي انا كنت بقدر اقرب منه واتكئ في حضنه،
لكن لما شافه في المجد لقاه ان هو في شكل قوي جدا، عيناه كلهيب نار ويخرج من لسانه سيف ذو حدين، وشه منير اكتر من الشمس، وشعره ابيض من الثلج، ومنطقه من ذهب على حقويه، ورجليه كنحاس كعمودي نحاس محميتان فاتون نار. فالمنظر اللي عمال يوصفه ده هو عمال ايه يشبه تشبيهات، ولكن المنظر مخيف. وعشان كده ربنا اشفق عليه ولمسه وقال له قوم، وابتدى ان هو يتكلم معاه. فخلاصه الكلام ان لنا رئيس كهنه بقى مثل هذا، رجع للمكانه الاولى بتاعته، رجع للقوه الحقيقيه بتاعته. قد جلس في يمين عرش العظمه في السماوات، وقلنا ان اللي شافه كمان كده في عرش في مكانه استفانوس وهو بيترجم، بيقول كده اما رفع عينه ناحيه السماء بيقول ايه، لرأيت السماوات مفتوحه والمسيح جالس ايه يمين العظمه. رغم ان هو بهذه العظمه يقول خادما للاقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب الانسان. احنا عمالين نوصف العظمه بتاعه المسيح اللي في السماوات، يجي يقول بالرغم كل العظمه دي الا انه كان ايه خادما. والمسيح قال كده ما جئت لاخدم بل ايه لاخدم. واحنا بنقول له في القداس اللي غيره كده انت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسك. يعني ايه خدمه الخلاص بقى دي؟ كلمه الخدمه هنا تيجي كمان بمعنى الخدمه الليتورجيه، يعني خدمه الشعب. خدم الشعب، الشعب اللي زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، رجع هو عشان يديلهم المجد ده ويخدم الخلاص، يدفع الديون عنهم وياخدوا كمان للملكوت الابدي. خادما للاقداس والمسكن الحقيقي. امال ايه المسكن الاولاني؟ هنشوف دلوقتي. المسكن دي كلمه كانت تطلق على خيمه الاجتماع، لان ده المكان اللي كان بيحل فيه روح الله، وكان بيكلم الانبياء او بيكلم الكهنه من خلال ايه خيمه الاجتماع، ومن خلال ظهوره على تابوت العهد. طيب المسكن ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن صوره مصغره للي شافه موسى زي ما احنا هنشوف بعد كده. لكن ده كان مسكن ايه؟ مؤقت، لان دلوقتي في خيمه اجتماع؟ مفيش خيمه اجتماع. فده كان مسكن مؤقت. طب امال ايه المسكن الحقيقي؟ يقول لك انا ماضي لو اعد لكم ايه؟ وبعدين يجي يشاور في سفر يقول هذا مسكن الله مع الايه الناس، اورشليم السمائيه المزينه مثل عروس مزينه لايه لرجلها. ده هيبقى مسكن الله مع الناس. واصبح المسكن الحقيقي لروح ربنا القدوس هو ايه بقى؟ الهيكل الحقيقي اللي هو ايه بقى؟ قلبنا احنا. وعشان كده بيقول لنا انتم هيكل الله وروح الله ايه ساكن فيكم. فاصبح كل مننا عضو في جسد المسيح، والروح القدس هو اللي حلل فينا، فاصبحنا احنا كمان مسكن للايه؟ للروح القدس. لكن امتى بقينا مسكن؟ امتى بقينا مسكن جديد؟ بعد حلول الروح القدس. طيب وامتى حل الروح القدس؟ بعد الايه؟ بعد صلب المسيح وقيامته. طب احنا بناخد الاستحقاق ده منين؟ بعد ما بنموت مع المسيح ونقوم فين؟ في المعمودية، ننال نعمة سكن الروح القدس فينا، ونصير نحن أيضا مسكن لله ولروحه القدوس. وعشان كده المسيح قال لنا كده، قال إن لم أنطلق لا يأتيكم الإيه؟ المعزي، يقصد الروح القدس. لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح. كان زمان في العهد القديم رئيس الكهنة يقام عشان يقدم ايه؟ يقدم القرابين، تقدمة الدقيق وتقدمة الخبز كل والزيت والحاجات اللي كانوا بيقدموها، والذبايح اللي هي ايه؟ ذبيحة الكفارة وذبيحة الاسم وذبيحة الخطية وذبيحة السلامة. كل الذبايح دي كان بيقدمها مين؟ رئيس ده. طب المسيح لما جه بقى يقدم ذبيحة ايه؟ قدم ذبيحة ذاته على الصليب، وبعدين ساب لنا ذبيحة ذاته دي كل يوم مكسور على المذبح، يقول لنا هذا هو جسدي وهذا هو دمي.
فقدم ذبيحة الخبز والخمر زي مين بقى؟ زي اللي قدمها ملكي صادق. فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه. يقصد مين هذا؟ يقصد المسيح. إيه بقى الشيء اللي هيقدمه؟ فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا. المسيح لو كان على الأرض هو جاي من سبت إيه؟ طب هل كان هيتاخد كاهن؟ ولكنه لأنه من السماء فجاء على طقس ملكي إيه؟ صادق. لأن ليس له بداية أيام. نفكر بعض كده بالحاجات اللي قلنا إزاي بيشبه ملكي صادق. كان ليس له بداية أيام ولا نهاية أيام. طب إيه كمان؟ هو ملك البر لأنه قدم لنا تبرير عن خطايانا. لأنه هو البار وحده. محدش يقدر يقول إنه هو بار بلا خطية إلا واحد، وهو مين؟ والله. طيب إيه كمان؟ ملك السلام لأنه صنع السلام ما بين الأرضيين والسمائيين. إحنا ما كانش فيه عندنا سلام لأنه لا سلام قال إلهي لل. وكلنا مين يقدر يقول أنا بلا شر ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض؟ طيب إيه كمان؟ قدم خبز وخمر. قدم خبز وخمر زي ملكي صادق. ايه كمان؟ اعد لينا الراحة السمائية زي ما يشوع اعد لينا الراحة الارضية. فهو اعد لينا راحة ملك السلام وملك اورشليم. زي ملكي صادق اللي هو ملك السلام وهو انشأ لينا اورشليم السمائية. ايه كمان؟ قبل العشور من ابراهيم وربنا بيقبل العشور من ايه كمان؟ ليس له اب وام، لان احنا المسيح برضو بنقول عنه ان هو مولود من الاب قبل كل الدهور، لكن اخذ جسدا من ايه؟ من العذراء في ملء الزمان. فهنا بيقول لو كان على الارض لما كان كاهنا، لانه مش من سبط يهوذا، لانه مش من سبط اللويين، فمش ممكن ان هو كان هيبقى ايه؟ كاهن. إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس. حسب الناموس يقول إن الكاهن لازم يجي من سبط اللاوي، وبعدين يقدر إن هو يقدم قرابين. بس أني قرابين اللي هيقدمها؟ الذبائح الحيوانية. لكن هل ينفع إن كان المسيح يقدم ذبائح حيوانية؟ لا، لأنه قدم ذبيحة إيه؟ ذات. الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن. أني مسكن اللي هو إيه؟ قيمة الاجتماع. لأنه قال أنظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. يبقى ربنا طلب من موسى وراله نموذج وقال له هتعمل زي النموذج ده فين؟ على الأرض. بس ده هيبقى ظل لإيه بقى؟ إيه الفرق بين الظل والحقيقة؟ ها، الحقيقة هتدوم، لكن الظل ده حاجة ايه؟ فترة صغيرة. زي ما يجي مثلا واحد مهندس بيعمل مشروع كبير يقول له بص ده المكت بتاع المشروع او دي الرسمة بتاعت المشروع، بس المشروع الحقيقي فين؟ لسه. ده مين اللي عامله بقى؟ المسكن اللي غير مصنوع بأيدي ابدي، مين اللي عامله؟ ربنا ناس. فهنا اخذ موسى وقال له بدقه شديده جدا حاجه حاجه يعمل ايه فيها ويعمل ايه وزنها ويعمل ايه طولها وما بين المكان وما بين العمود والعمود قد ايه ويحط ايه اللي هو قسط المن ويحط فين المجمره الذهب ويحط فين مذبح البخور. قعد وصف له بتفاصيل دقيقه جدا كل حاجه عشان يعمل ايه. يقول لك بس ده عشان بيعمل ايه؟ ظل السماوات، عشان تبقى الصوره مقاربه للايه؟ للسؤال. وعشان كده اختار ناس حكماء جدا ومهره جدا من امهر العمال عشان يعملوا ايه؟ خيمه الاجتماع. وقال له انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال، يعني وراله نموذج وقال له ايه؟ اعمل زي اللي انا وريته لك ده الذي اظهر لك في الجبل. ولكنه الان قد حصل على خدمه افضل بمقدار ما هو وسيط ايضا لعهد افضل. على مين الكلام ده بقى؟ المسيح ما كانش جاي يخدم خدمه الارض اللي هي يقدم ذبيحه ايه؟
حيوانية، لكن الخدمة بتاعته كانت خدمة أفضل، إن هو يقدم ذبيحة ذاته على الصليب عشان يقدمها لله الآب فتغفر لينا الخطايا. لكن كان الظل بتاعها إيه؟ ذبيحة حيوانية. كان يجي الإنسان يقر بخطيته ويجيب خروف كده، وبعدين الكاهن يقول له قد نقلت عنك خطيتك، ويجي عامل إيه؟ ذابح الخروف. فده كان اسمه إيه بقى؟ ظل. أما جه المسيح شافوا يوحنا المعمدان وشاور عليه وقال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. يقف المسيح على الصليب ويقدم ذبيحة ذاته، وفي الآخر يقول قد إيه؟ أكمل، أكمل الذبيحة وقدم التقدمة لله، وعشان في الآخر يعمل إيه بقى؟ يعطينا غفران الإيه؟ الخطايا. فأصبح الذبيحة القديمة ما كانتش تقدر ترفع الخطية من على الإنسان، ولكن كان يعمل إيه؟ كان الإنسان يبقى مستني الغفران الحقيقي للخطية، اللي هو مين؟ لأن ده شبه وظل، لكن الحقيقة اللي هو مين؟ السيد المسيح. ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل. الخدمة اللي قدمها المسيح خدمة أفضل من كهنوت اللي كان الهارون. كهنوت هارون كان بيقدم ذبائح إيه؟ حيوانية. ولكن الخدمة الأفضل المسيح قدم ذبيحة إيه؟ ذاته على الصليب، وقدم لنا ذاته مكسور على المذبح كل يوم كخبز وخمر، عشان يقول كده من يأكلني يحيى بي. لكن كل إنسان كان بيقدم ذبيحة في العهد القديم كان في الآخر بيموت وبينزل لفين؟ للجحيم. ليه؟ لأن ما كانش الناموس بيقدر إن هو يخلص الإنسان، لأن الإنسان كان الناموس كان عاجز إن هو يخلص الإنسان. كان الناموس بيعمل إيه؟ يشاور على الخطية، يقول إن دي خطية، ويقول من أخطأ في واحدة فقد أجرم في الكل. فأصبح كل الناس إيه؟ مجرمين. ليه؟ لأن ما فيش واحد ما بيعملش خطية ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض. وما فيش انسان قدر يكمل اعمال الناموس. كل كده يقول الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. طيب مين قدر بقى يكمل الناموس؟ واحنا عشان كده نتغنى بيها في القداس، نقول له اكملت ناموسك ايه؟ عني. ويجي بعد كده يقول بعد ما اكمل الناموس قدم ذاته ذبيحة على الصليب عن خلاص جنسنا. فاشتموا ابوه الصالح وقت المساء على الجلجسة ورفع عننا ايه؟ عقاب خطايانا. يبقى الوساطة اللي عملها المسيح دي افضل من العهد القديم ولا لا؟ في العهد القديم كان يقف موسى يتوسط للشعب، ربنا يزعل من الشعب ويقول خلاص سيبني يا موسى انا هعمل ايه؟ هبيد الشعب ده وهجعلك لأم أفضل منه. يقول له لا يا رب ما تفنهمش وإلا امحوا اسمي من كتابك الذي كتبت. يقول له خلاص هسمع لك يا موسى، بس الوساطة دي، بس مش هقعد في وسطهم، أنا هقعد برا الإيه؟ المحلة، لأن لو قعدت في وسطهم وصنعوا الخطية دي هعمل إيه؟ هفنيهم. طيب يقول له طيب بس إن لم يسر وجهك أمامي أنا إيه؟ مش هعمل حاجة. يسمع برضو موسى، يسمع ربنا لموسى، لان كان موسى بيعمل ايه؟ وساطة. لكن موسى عمل وساطة لفترة قليلة جدا والعدد شعبه قليل جدا، لكن هل قدر يرفع الخطية عن الشعب؟ ما قدرش، وفضلت الخطية ثابتة في الناس ومحكوم عليهم بالموت. ولذلك ان بعد كده لما اخطأوا واشتهوا مات عدد كبير منهم ودفنوهم في حتة اسمها قبروتها التقوى او قبور الايه؟ الشهوة. ليه؟ لان بسبب ان هم عاشوا في خطايا كتير وفي اسام وفي شرور كتير ما قدرش الناموس ان هو ايه؟ يخلصهم. وكل الذبائح الحيوانية ما كانتش تقدر ان هي تعمل ايه؟ ان هي تنجيهم من اجرة الخطية ايه؟ وعشان كده ما قدرتش تدفع الموت عنهم. يقول ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم. أني عهد اللي هو أعظم؟ العهد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي عهد أعظم بكتير من العهد القديم، لأن كمان أما كانت الناس تخطئ في أي حاجة كان يحصل إيه؟ يعني عزية أما لمس تابوت العهد، مجرد أنه لمس تابوت العهد حصل له إيه؟ وقع مات. فهنا كان العهد القديم
كانت تدفع أجرة الخطية فورا. طيب لكن في العهد الجديد ممكن الواحد يخطئ ويقول له بس إيه لا تخطئ أيضا لألا يكون لك إيه أشر، يسامح ويدي عذر ويدي فرصة ويفتح ويقول لك كده حتى لو أقبلت إلي من يقبل إلي مش هخرج وخارج. قد ثبت على مواعيد أفضل. كانت المواعيد الأولانية اللي هي إيه؟ أما واحد يكون حلو جدا ربنا يكتر أيامه، يعني طول العمر ده كانت إيه؟ هي البركة، وكمان يكتر الرزق اللي موجود فيه في إيديه ويكتر العيال اللي حواليه، يعني الثلاث حاجات اللي هم إيه؟ اللي كانت الناس تفرح بيه، يكتر أيامه ويكتر الرزق اللي في إيديه ويكتر العيال اللي إيه؟ اللي حواليه. لكن هل هي دي بقت بركة العهد الجديد؟ لا، ده مواعيد أفضل. يقول له ليس أحد يترك ها أبا أو أما أو أخا أو إخوة أو أولاد أو حقول أو ممتلك أي حاجة هتتركها على الأرض إلا ويأخذ في هذا الزمان 100 ضعف وفي الظهر الآتي. طب تعالوا نتحقق من الكلام ده، هل فعلا ولا لا؟ الأب أنطونيوس ساب كم فدان؟ 350. كان أسعارهم إيه بالوقت ده؟ كتير. طيب النهاردة كام دير باسم الأنبا أنطونيوس، وكام ابن تسمى بأنطونيوس، وكام راهب حمل اسم أنطونيوس؟ أعداد غير عادية، لدرجة أن الرهبنة في العالم تنسب لمين؟ يقولوا كده الأنبا أنطونيوس أب الرهبان. كل الرهبان؟ كل الرهبان. يبقى كلمة ربنا حقيقية ولا لا؟ طيب نشوف واحد تاني اتألم 7 سنين. ها ماري جرجس اتألم 7 سنين وساب يقول عليا ده في عز شبابه. طيب تعالوا النهاردة نتفرج ماري جرجس في كام كنيسة، ما مش بس في مصر، ده بره كتير، كاتدرائيات كبيرة باسم سان جورج وباسم كام واحد تسمى باسم جرجس، أعداد كبيرة جدا. طيب يبقى ربنا وعده ايه بقى؟ يقول هنا مواعيد أفضل. المواعيد النهاردة أفضل، لأن النهاردة اللي بيترك الأرض بينال الموعد على طول، بيخش فين؟ ملكوت السماوات، وبيبتدي ينال عربون الحياة الأبدية، لأنه بيكون في مكان راحة، في مواضع خضر على ماء الراحة، الموضع الذي هرب منه ها الحزن والكآبة والتنهد. يبقى كل المواعيد هنا بقت مواعيد إيه؟ أفضل. أفضل اللي انت عايش عشانه، اوعى تفتكر ان انت عايش النهارده عشان تاكل وتشرب وتجيب اولاد وتحافظ على الاولاد وتخلي بالك من صحتك، وبعد في الاخر تسيب الحاجه دي كلها وتروح ايه تنام. لا، ربنا مش خلقك عشان كده، مش خلقك عشان مواعيد افضل، عشان تسبحه وتمجده وتبارك اسمه على الارض وتنشر التعاليم الحلوه بتاعته، وتكون امين كانجيل مقروء امام جميع الناس، وفي الاخر تنال ايه الحياه الابديه اللي انت بتستناها على الايه على الارض. يبقى هنا رغم تعبك اللي انت بتتعبه فتره صغيره جدا على الارض، الا ان في مواعيد ايه افضل. اتيت ليكون لهم حياه ويكون لهم ايه افضل. قد تثبت على مواعيد أفضل، فإنه لو كان ذاك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثاني. لو كان كهنوت هارون الأولاني ده ما فيهوش عيب، لكن كان دايما الكاهن يبقى فيه عيب ولازم يقدم ذبيحة عن إيه؟ عن نفسه، وبعد ما يقدم ذبيحة عن نفسه يقدم عن الشعب، وتبصوا تلاقوا يجي كمان ما بيقدم ذبيحة إيه؟ حيوانية، ما تقدرش تخلص إنسان، وكان كل ده شبه وظل. طيب لو كان الشريعة الأولانية والكهنوت الأولاني والعهد الأولاني اللي هم يخشوا أرض الموعد وأرض تفيض لبنا وعسلا وكثرة الولاد وكثرة المال، إن ده كانت حاجة أفضل، ما كانش فيه يبقى داعي لإيه لحاجة تانية أحسن. وعشان كده إحنا احتاجنا ليه الكهنوت تاني؟ لأن عجز الكهنوت الأولاني عن إيه؟ غفران الخطية. ليه احتاجنا الناموس ملوكي، ناموس روح الحياة اللي في المسيح يسوع؟ لأن الناموس الأولاني إيه؟ عجز.
كل قدرة الناموس الأولاني إن هو شاور على الخطية وقال لنا دي خطية. طب أقدر إزاي أبعد عنها؟ ما أعرفش. طب إزاي أتجنبها؟ طب تقدر تخلصني؟ ما أقدرش. يبقى حط الإنسان شاور على الإنسان إن هو خاطي، لكن ما قدرش إن هو يعمل الإنسان أي إيه؟ أي خطوة يخلصه بيها من الخطية. طب لكن ناموس بقى المسيح يقول لك لا، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. طيب وبعدين إذا عشت بالمحبة يقول لك من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يبقى أفضل ولا مش أفضل؟ أفضل. طيب وإذا كنت عملت كل الخطايا وكل الأسام يقول لك إن اعترفنا بخطايانا فهو إيه؟ أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ويقول لك في القداس كده يعطى لغفران الخطايا وحياة. لكن الناموس يقول ايه؟ موت ابدي، لان من يفعل الخطية هو ملعون. وبعدين كل من يفعل الخطية يفعل التعدي، وبعدين بالتعدي المعصية، وكل ده اجرة الخطية هتكون ايه؟ الموت. يبقى الناموس في الاول كان بيشاور على الانسان يقول له انت ميت ميت، لكن هنا المسيح بيشاور لنا يقول لنا انا، بيقول لك ايه؟ بما اني انا حي فانتم ستحيون. يبقى هنا الناموس اللي في المسيح او الكهنوت بتاع المسيح يعطينا الحياه، ولكن الكهنوت الاول كان خدمه الايه؟ يسموها خدمه الموت، لان الكاهن اللي كان بيقدمها بيموت. وفي الاخر اجره الخطايا اللي عملها الانسان وكتبها عنه الناموس برضه اجرته ايه؟ الموت. يبقى لو كان الاول ذاك الاول بلا عيب لما طلب موضع لساني، لانه يقول لهم لائما. الروح كان بيتكلم زمان يقول بلوم كده، هوذا ايام تاتي يقول الرب حين اكمل مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لك العهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لإخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب. يبقى هنا دلوقتي بيقول يقول لهم لائما هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل. إمتى ربنا أكمل؟ على الصليب. وعشان كده بيقول كده من بداية البشارة بتاعت المسيح، اما ابتدى يقول لهم توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات، وابتدى يكلمهم على الموعظة على الجبل، قال لهم كده ما جئت لانقض بل ايه؟ فاكمل الناموس بتاع العهد الجديد، وابتدى يدي لهم الوصايا. بس الناموس الاول في العهد الجديد يقول كده ملعون من لم يعمل كل اعمال الناموس ويثبت فيها. لكن العهد الجديد يقول لك ايه؟ طوبى لكم إذا، طوبى لكم إذا. يبقى الناموس اللي احنا خدناه طوبى للبركة والسعادة والفرح للي كامل، لكن زمان الناموس كان يدي ايه؟ لعنات وتوبيخات وتجديدات، ان الانسان اللي مش هيعملها هيكون ملعون وهيكون للموت. انه لو كان ذاك الاول بلا عيب لما طلب موضع لساني، لانه يقول لهم لائما هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. كان في الفترة دي اللي كتب فيها أرميا النبوة دي، كان في خلاف ما بين يهوذا وإسرائيل، كان ما في خلاف ما بين، أنتوا عارفين كانت مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب، وكان في خلاف ما بين وكان إسرائيل تحت الأسر والسبي، وكان يهوذا تحت الإيه؟ قرب ان هو يؤسر ويذبح. فهنا قال لهم ان انا هرد سبيهم وهردهم للمملكه مره تانية، وهجمع اسرائيل مع يهوذا زي ما دلوقتي جمع الامم وايه وشعب اسرائيل الاثنين، يقول جعل الاثنين ايه؟ واحدا. بيقول بس لك العهد الذي عملته مع ابائهم. ان زمان كان في عهد عمله ربنا مع ابائنا، عايزين هنقول خمس عهود كده وتفتكروهم عشان دول هنسمعهم المرة الجاية. أول عهد عمله ربنا مع الإنسان يوم أخطأ الإنسان، عمل إيه العهد اللي معاه؟ قال له كده خلي بالك نسل المرأة يسحق رأسها. ده أول إيه؟ عهد.
هل الانسان طلب من ربنا حاجه؟ ما كانش يجرؤ ادم ان هو يقول لربنا حاجه، لانه ساعتها كان اخطا واكل من الشجره وقال وانكر ان هو اكل، ويعني كان موقف بايخ خالص. طيب ثاني عهد لما حصل ان ربنا شاف، يقول لك راى الله ان تصور افكار قلب الانسان انما هو شرير كل يوم، يقول لك فحزن الرب انه عمل انسان. طب وعمل ايه؟ جاب طوفان وراح اهلك الايه؟ العالم القديم كله. وبعدين اما اهلك العالم القديم كله، يقول لك برضه رجع وعمل عهد قوس قزح يظهر في السماء، يقول لك كده ده عهد ان انا مش هعمل في الارض كده ايه مره تانيه. يبقى تاني عهد اللي هو عهد ايام ايه؟ نوح. يبقى العهد الاول مع مين؟ ادم. كان ايه العهد؟ ها، نسل المراه يسحق راس الام. كمان اما ابتدى ابراهيم ابو الاباء يكون قريب جدا من ربنا، وامن ابراهيم بالله فحسب له برا، قال له انا هاقيم معاك عهد. ايه العهد؟ ان يقطع جزء من جسده ويبقى علامة، الجزء ده يموت وابراهيم يحيى. يبقى معنى كده ان العهد ان في حد هيموت وحد ايه هيحيى. ايه العهد ده؟ كان اسمه عهد الختان. وعشان كده كل اولاد ابراهيم كانوا ايه؟ بيختنوا. فتالت عهد اللي هو عهد الايه؟ الختان. وده رمز العهد الايه بقى؟ المعمودية، ختان القلب بالروح اللي هو المعمودية. رابع عهد كان عهد مع موسى. العهد اللي مع موسى ده حصل ايه؟ ان بعد ما الشعب كله ابتدى يخطئ، ابتدى يدي لموسى عهد جديد. وبعدين ابتدى يدي لهم العهد ده بالذبايح، ان يقطع الذبيحة ويمر ما بين الذبيحة، وده يبقى اقيم عهد ما بينه وما بين موسى ان هو مش هيفني الشعب زي ما حصل. خامس عهد اللي هو العهد الايه؟ الجديد. العهد الجديد ده بقى كان العهد القديم الوصية جاية مكتوب على الواح من ايه؟ الحجر. قال لهم لا، العهد الجديد بقى انا هكتب الوصايا على قلوبكم بالروح الايه؟ القدس. وعشان كده اصبح العهد الجديد افضل بكتير من العهد الايه؟ القديم. العهد القديم كان فيه خمس عهود. ايه هما؟ واحد، نسل المرأة هيسحق رأس الحية. تاني عهد قوس قزح عشان مش شافني الارض مرة تانية زي ايام نوح. تالت عهد عهد الختان. ورابع عهد عهد الدم، ان ما بين موسى كمان ادالهم خدمة الذبايح، وعشان كده موسى كرس هارون وعمل بالدم شحمة الاذن بتاعته، لو تفتكروا ان هو كرسه ككهنوت. وبعدين في الاخر العهد الجديد اللي هو ان ربنا يعطينا روحه القدوس يسكن في قلوبنا ويكتب الوصية الحقيقية فين؟ في قلب الانسان. عشان كده دلوقتي الواحد لما يغلط يحس ان ضميره ايه؟ بيأنبه. روح ربنا يبكت الانسان على خطية وعلى بر وعلى دينه. كالعهد الذي عملته مع ابائهم يوم امسكت بيدهم لاخرجهم من ارض مصر، لانهم لم يثبتوا في عهدي. بعد ما خرجوا من ارض مصر واجتازوا كلهم من البحر وعمل معاهم دم العهد بالذبيحة، لو تفتكروا بتاعت خروف الفصح، حصل ايه؟ ها، بعد ما عدوا على طول وموسى طلع على الجبل وغاب، راحوا جريوا على هارون قال له بص هات لنا كل واحده خلعت القراط الذهب اللي في ودانها والغوايش بتاعتها، وقالوا له اعمل لنا الهه زي بتوعت مين؟ المصريين. وراحوا عملوا عجل ذهبي وقالوا هذه الهتك يا اسرائيل التي اخرجتك من ارض مصر. فما نزل موسى لقى ان هم ايه؟ رجعوا بسرعه، ارتدوا بسرعه من الايمان اللي كانوا فيه. وساعات كتيره اما بتبطئ معونة ربنا او اما ربنا ما بيحلش المواضيع بسرعة، احنا كلنا على طول نرتد لايه؟ لفكر، نقول كنا عملنا كذا، كنا تصرفنا كذا. يتكل الواحد على ايه؟ على ذراعه البشري. لاك العهد الذي عملته مع ابائهم يوم امسكت بيدهم. بصوا الكلمة امسكت بيدهم وخرجتهم من فين؟ من ارض مصر. لانهم لم يثبتوا في عهدي. كان الانسان ما بيقدرش يثبت في العهد مع مين؟ مع ربنا.
لأن هذا هو العهد الذي عهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسي في أذهانهم. إزاي بقى؟ الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي فهو يذكركم بكل ما قلت. يبقى أجعل نواميسي فين؟ في أذهانهم، وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. وعشان كده إحنا دايما بعد ما نتناول كلنا نقول سبحوا الله في إيه؟ قدسين. بقينا كلنا مقدسين بمين؟ بالمسيح يسوع الموجود في وسطنا. فهنا أصبح ذهننا مقدس بالروح القدس، والروح القدس يذكرنا بإيه؟ يقول لك كده الروح القدس سيذكركم بكل ما قلته لكم. ولا يعملون ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد اخاه قائلا اعرف الرب، لان الجميع سيعرفونني من صغيرهم الى ايه. وعشان كده احنا الحته دي بنستند عليها في معموديه الاطفال الصغار، وهم صغيرين بنبتدي ايه نعلمهم ونعرفهم ونناولهم ونثبتهم في الكنيسه، عشان بعد كده يبقى من صغيرهم لكبيرهم عارفين ايه ربنا. هل معنى كده احنا مش محتاجين لحد يعلمنا؟ لا محتاجين، بس في فرق بين ان تبص تلاقي احيانا تبص تلاقي واحد مثلا يصلي من قلبه كده ويقول له يا رب ما كنتش عارف الحته دي، ممكن عايز افهمها، ولو صلى والح وطلب من روح ربنا يفهمها له، ربنا ايه يديله معلومات ويديله علم عنها. حته جميله بقى خالص يقول كده، لاني اكون صفوحا عن اسامهم ولا اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. من اجمل الايات اللي الواحد يحطها قدامه وتديله رجاء مدى الايام. اكون صفوحا يعني مش هصفح مره، ده مرات. عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم وتعدياتهم. احنا طبعا مش كده طبيعتنا، حتى لو غفرنا لحد ما ننساش الايه؟ ما ننساش الاساءه ابدا، بتعلم بتعمل علامه في الواحد. لكن ربنا بيقول ايه؟ ده انا هكون مش بس صفوحا، كل الخطايا دي هترحها في بحر الايه؟ النسيان. بس انت اعمل ايه؟ اعمل الدور اللي عليك، قدم توبة، ما ترجعش للشر مرة تانية، سيب الخطية، ابعد عن الشر، ما تقعدش تفكر في الاسم وتنكش في الخطية القديمة، قدم توبة عن اللي فات، وبعدين ربنا يقول لك ايه؟ خلاص كله يتنسي، اترحها في بحر الايه؟ النسيان. تعدياتهم او لا اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فرصتنا ان احنا خلال فترة الصوم، وفرصة حقيقية ان كل حاجة هنقف نقدم عنها توبة، هنسمع كده انا صفوحا عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم وتعدياتهم. ففرصة كل واحد في قلبه حاجز خطية معينة، محافظ على شر في حياته ليه سنين، كاتم خطية ليه ايام طويلة، الحق اليومين دول اعمل ايه؟ تخلص. اوعد جايلك من الكتاب المقدس من فم الرب نفسه، اكون صفوحا عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم وتدعياتهم. انت النهاردة حاول قد ما تقدر ان انت تقدم توبة من قلبك، ما تأجلش. يا ما ناس اجلت وما لحقتش، يا ما ناس فكرت انها ان شاء الله بعد ما تطلع على المعاش، ولا ان شاء الله بعد ما اجوز الاولاد، ولا ان شاء الله بعد وما لحقتش. النهارده الفرصه حقيقيه ان كل انسان هيقدم توبه هيقول له كده انا ايه؟ صفوحا عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم وتعدياتهم. مهما كتر الشر ومهما زاد الاسم يقول لك كده هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم وإن كانت حمراء تكدودي تبيض من أسنى. يبقى أنا النهاردة إيه عذري النهاردة؟ أنت بالعذر أيها الإيه إنسان. يا فرصة حقيقية النهاردة إن كل وإحنا واقفين في الصلاة دلوقتي كل واحد يعلن توبة من قلبه حقيقية، يطلب برجاء يقول له يا رب لا تذكر لي الخطايا والشرور الأولى، ويطلب من ربنا ان هو يخرج انسان جديد، انسان جديد مش عايز ارجع لنفس الشر مرة تانية. عارفين
كان بيمثل بإيه الإنسان اللي بيرجع لشره؟ يقول لك خنزيرة مغتسلة رجعت إلى مراغة الحمى. يعني لما يجيبوا خنزيرة كده وينظفوها ويلبسوها حلو وبعدين لقت شوية طين هتعمل إيه؟ تجري عليها. يقول له وككلب يلعق قيئه، يعني يرجع إلى القيء بتاعه ويعمل إيه؟ إذا كان مجرد الكلمة مقززة، فما بالكم قد إيه قد إيه الإنسان اللي بيعود إلى الشر مرة تانية. فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق وشيخ فهو قريب من الإضمحلال. يعني العهد القديم ده خلاص إيه؟ إضمحل خلاص. محدش النهاردة بيحاول يحفظ الناموس ولا يقدم ذبيحة حيوانية. وما لقيت ذبائح اللي بنقدمها في الكنيسة دي لا ده دي ذبائح يقول لك لأن بذبائح مثل هذه يسر الله، دي تقدمة للفقراء مش لغفران خطايانا. احنا خلاص غفران الخطايا عن طريق ايه؟ عن طريق دم المسيح، حاجة واحدة اللي هو قدمه. واحنا هنقف نصلي دلوقتي، هنقول له يا سيد اسمع يا سيد اغفر. ياريت كل واحد يغفر من قلبه للي أسأله، والحاجة التانية يطلب غفران لإيه؟ يطلب غفران من قلبه عن كل الخطايا اللي عملناها. وعد إلهي حقيقي، إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل بر. له كل مجد وكرم لنا. فضلوا نسلم. بسم الله يا بلد نور القدس الإله الواحد أمين. إلهنا مخلصنا الصالح يسوع، نشكرك من أعماق قلوبنا لوعدك الصادق يا رب الأمين، أنك يا رب بتغفر الأثام ولا تذكر السيئات.